السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة خاصة مع السيد نبيل من تونس اللي يعيش في سويسرا، وباش نتكلموا حول موضوع الجالية الإسلامية في أوروبا والغرب بصفة عامة. طبعا احنا كما عودناكم ديما نطرح موضوع عام ونتكلموا على خصوصيات. نبيل معناتها إنسان تونسي سافر إلى أوروبا منذ مدة، وإحنا باش نحاولوا نتعرفوا عليه ونتعرفوا على تجربته في أوروبا، ونطرحوا عليه بعض الأسئلة اللي تتعلق بالهجرة بصفة عامة، سواء للجالية التونسية أو الشمال الإفريقية أو الجالية بصفة عامة. أهلا وسهلا نبيل. أهلا بيك سي كريم، مع السلامة. شنو أحوالك؟ لاباس؟ نقولوا لا باس. ايش عامل فيكم البرد؟ عندكم برد ولا؟ مازال يا مازال البرد، توا فاكو في المواسع سخنت شوي. مواسع كاي سخنت شوي. هاي به انتوما سافا، احنا وصلنا المهندسون. اخوي انتوما عندكم ريح الشمال عندك. المهم تنجمش تعرفنا شويه باش معناتها المشاهدين يعرفوك، على خاطر انت اول مره تعمل معنا مقابله هوني. تعطينا فكرة، الاسم، الأصل، وقت جيت لأوروبا، كل هذه معناتها الأمور اللي أنت تحب تقولها. تفضل. داكور. نبيل أوكي، من تونس، نسكن في بن عبوس بالتحديد. جيت توا عندي 5 سنين ونص سويسرا، نخدم فورماتور معناتها دي ستاجير هنا، نعمل فورماسيون لي ستاجير سويس، بولوني، بورتوغي، برشا جنسيات معناتها نتعامل معاهم. نعمل دوميني انا قبل كنت نعمل ان سوفتور معناتها في بارك اكواتيك، من بعد تعديت نخدم رجعت للدوميني معناتها دومين تكنيك، رجعت كونسيبسيون ميتاليك دومين تكنيك. باهي، خلينا من الامور معناتها التكنيك، فهمت، نمشي للامور العمليه. انت قلت معناتها عندك 5 سنين ونص في اوروبا. ما تنجمش تقول لنا شنو الاسباب اللي خلاتك تهاجر؟ الاسباب اللي خلاتني نهاجر بار اكزومبل، انا مو حبيت نحسن وضعي شويه، الصالير في تونس معش يكفي، ديما في الروج معناتها، كيما اي شاب طموح حبيت نحسن وضعيتي شويه. عندي دي ديستيناسيون معناتها اخترت ما بيناتهم، كنت يا باش نطلع لونجلتير ولا سويسرا. ممكن كان مشيت لونجلتير خير، الحق كان مشيت لونجلتير خير، خاطر صعيبه شويه سويسرا، لي زامبو برشا، فهمتني. اخترت سويسرا، ساعة باغادي فيسكال يقولوا سويسرا. او ياسر، لا لا بالي نتاع باريزامبو كسوح. باهي، من طلعت بعد الثورة. في الثورة، في عام الثورة بالضبط. يعني كنت مقرر باش تطلع من قبل ولا طلعت لأن وقعت الانتفاضة في تونس؟ لا مقررش، بون مش مقرر، ما تدور هكا في المخ، تدور في المخ. بحكم انا خاطر حتى في تونس كنت تخدم على انجليز، وتاتني وقت جاتني الخرجه باش نخرج لونجلتير، ديجا تحلوا زوز بيبان مع بعضهم. هيا قلت انا خيط طويل خير من خيط قصير. اوكي، اخترت خيط نتاع سويسرا. اوكي. تنجمش تقول لنا، تعطينا فكره حول معتقداتك بصفة عامة، فهمت؟ يعني أنت شنو بالضبط؟ يعني أنت تونسي نعرف، وهذا نعرف، وإحنا التوانسة ما فماش، يعني فما عدة أنواع من الاتجاهات سوى السياسية سوى العقائدية. تنجمش تعطينا فكرة حول معتقداتك وتوجهاتك؟ داكور. على ذكر ما قلت التونسي عنده برشا معتقدات برشا توجهات، إحنا ما هو التونسي شنو يعطيها الخمسين سنة، فهمتني، دق 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 دق، ومن بعد فهمتني ربي توب علي وسجادة، فهمتني، والله في العشية شكوبة. أنا ما عنده حتى المسلمين بتاعنا، أنا خويا لا ديني،
لا ديني ما عنديش ما يثبت لا ديني أما باش نحكيه حتى على التواسة ما أيام مثل البركة اللي خلطت عليها ومانا يا أخوي ما فهميش العرض هذي يتوه والخنن هذي وبرا سوري وبرا البيح يعني أنا أعرف 50 سنة فهمتي أنا عندي عزيزي تقبل نهار الجمعة يمشي صار نهار السبت فهمتي تلقاها كعبة الشاتو مرنيك بحديها ديما يمشي ما عرفش أنا كبيشي كبيشي قابلها تونسي زيتوني الله ما عرفش بالبركة بالبركة التونسي عاش بالبركة يقول لك 60 سنة يا ديني ربي يمشي نعمل نغسل عديمات هذيك هي احنا بجنرال يعني بصفة عامة احنا بصفة عامة يعني التوانسة قبل الثورة خاصة يعني أكثر التوانسة رغم اللي يكونوا عياشة ويكون معناتها كما نقولوا احنا أحرار في التصرفات متاعهم سواء العقائدية أو ما يهتموش بها لكن عمرهم ما يقولوا لا ديني. نشوفك أنت معناتها توا قلت أنك لا ديني، يعني هل هناك وعي وتغيير بعد الثورة في مسألة الإنسان هل هو مسلم أو لا ديني؟ على خاطر احنا التوانسة قبل حتى تلقاه كما قلت انت يشرب ويعمل كل المباقات اللي ضد الاسلام لكن وقت تصل يقول لك انا مسلم. باي. يعني انت شنو وقتاش وقع لك التيك باش وليت تقول انا لا انا تونسي لا ديني انا تونسي مانيش مسلم. بون بحكم معناتها نقولوا احنا الشيء تحكي فيه العبد الكل بحكم انا الانتمان تاعي معناتها الدولة تتبنى في النموذج الإسلامي حتى في الفصل الأول في دستورها أنا تبنيت فكر متحرر شوية من عمر 16 سنة أنا حليت عيني في الدنيا أنا أخوالي يقرأوا في الإيفوليسيون نلقى كتب من تعدي فيلوزوف بالفرنسي نلقى العزوزة وشي يقرأوا بالفرنسي نحكي معاهم عندي عزيزي آتي أتي عزيزي ليل توفى أتي معناتها كي شدك القرآن يشلكوا باللهجة الدارجة نتاعنا معناتها ويحكي لك في النقائص اللي نحكيو فيها احنا تو نشوف فيه في الجروبات انا عزيزي يحكي فيها 24 سنة تيلي نشوف فيه معناتها هو الحل عيني هو يعني 39 معناتها من عمري 16 يدمغ فيا حضر فيا صح حل عينيك صح حل عينيك فهمتني ما قبلتش حتى اخوي نقبل بالملموس نهار اللي يصنعني انا سوى كاهن يهودي ولا بابا فهمتني مسيحي ولا ما نعرفش انا مفتي حتى الديار السعوديه وقت نهار يصنعني ابره يصنعني حتى ابره تاع زريقه برك داوي مريض تو سي وقت نخمم فهمتني باش نرجع نتمحص في الدين هذايا ونعاون نحكي بصفة انتمائي أنا لبلاد تتبنى الفكر الإسلامي والذين يقول كيف كيف راه الكل تتحط في نفس الغربة اللي هي راه الكل تتحط في نفس الغربة أنا ما نحكيك عن انتمائي أنت يعني وكهو تاع شمال أفريقيا أنت وليد تقول اللي أنت لا ديني توا ولا من قبل لا عندي برشة حتى صحابي عندي صحابي سلفيين من سلفية اللي سلفية علمية ولا سلفية جهادية ولا يعرفوني اللي انا لا ديني يحشموا مني ما نحكي معاه ونقول ما تحكيش معايا في من وراء راسك ما تجبدليش اخوي انا هذيك قناعاتي انت قناعاتك كيك جو بون ديستونس افيك طول موند في امور دين كذا عاملني على اخلاقي تفضل عندك ما تحكي فما معاملات دنيويه نتعاملوا بها اخويا على الراس ولي تحكي لي في حاجات أخرين علم اللاهوت وغيب وكذا أبغى غادي أوكي خلينا نعود للموضوع متاعنا اللي هو الجالية الإسلامية في أوروبا واضح كيفاش أنت وقت جيت لأوروبا كيفاش معناتها أعطينا فكرة حول كيفاش لقيت الجالية الإسلامية في المنطقة اللي أنت فيها هل تشوف اللي الإسلام في أوروبا هو بالفعل معناتها عنده تغلغل في المجتمع الاوروبي ام لا هنا ممكن المسلمين الجاليه الاسلاميه ماهيش ماخذه اسباس كبير برشا
حتى ديجا هما البلاد الوحيد في اوروبا في اوروبا كامل مانعين عليهم حتى المآذن عندنا. حاجتك مصلى تاخذ شومبر تصلي فيها اي بوينسي تو الاذان ما يطلعش لفوق ما تسمعوش فهمني. حاجه اخرى قليل قليل ونطمج معناتها انا يعني قبل حتى يعرضني واحد سيخ هكا من بعيد باللحيه ولا يعني في بالي مسلم وقتها بديت نحتك بيه المسلمين في الخدمة نتاعي الأولى لخاطر فما ديجا خاطر نخدم في بيسين وفي ساونا وكذا بلاصة كلها عري وقراء الأنواع كلها تشوفها نشوف أنا بار إكزومبل المسلمين محرمين أنا ماخو معناتها نوتيس ما عند المدير أي واحد بقى البوركيني وكل الخمارات وفما كل ممنوع ممنوع قديش مرة أنا نتكي واحدة على جنب ولا واحدة على جنب ولا لا ممنوع لا ممنوع فما الهنود وفما فما فما كل الهندو هذوك المسيخ وفما المسلمين فهمتني احتكاك ما عنديش معهم احتكاك أنا بطبيعتي نكرههم أنا بطبيعتي بون مش نكرههم كأشخاص أما نكره الامبورتاسيون تاع الفكر هذاك واش يحب يجيب يصدر وغادي اللي هنا ويحب يطبق ما يطبقش ما يمشيش معاهم هما لهنا قال لك مكتسباتنا خويا غربي بالدم من عام 1700 ونحن نضربوا عليها فهمتي ما معينيش انت باش جيت تفاريس هي اللي في دقيقه هما هكا حب التوجه معناتها في سويسرا خلينا في المثل السويسري انا حبيت نسالك معناتها على مساله الجاليه بصفه عامه هل الجاليه تشوفها معناتها مندمجه في المجتمع الاوروبي؟ لا ديرنيرمون حتى المجله طيشتها ديرنيرمون معناتها شينا عليها فهمتي واحد مسلم حاكمين عليه ما عرفش قداش فلوس خطيه وحاكمين عليه حتى خاطر منع من بنته باش انها تمشي تمارس حقها ناتاسيون بنته طيارات على ناتاسيون وهو سياتو منعها هي تعوم بالبيكيني ولا اسمه بوركيني هذاك فهمتني اللي شان عليه في فرنسا وقتها في بريود الصيف ولا لا سينو لا المعلم نتاعها ديجا معناتها خاطر سي ماتير تختار ناتاسيون تختار سكي تختار ديجا نصور عندكم تختار ديما حاجه ولا تينيس فما اربع حاجات خمس حاجات تختار المعلم نتاعها ما جاتش كتبيه كاريمون اوفيسيلمون جات المحكمه السيد هذا جايب فكر نتاع 5000 سنه التالي خويا انا التلميذه هذيك انا عقدت فيها النواره تحب تخرجها تحب تطلعها البوديوم فهمتني وتحكم وخرجت والناس الكل تتذمر منها الحكايه ابقى غادي ما نجموش يندمجوا ما نجموش يندمجوا اما عجبني واحد انا مثال يخدم عندي مش بو مش يخدم عندي انا يخدم عند معلم في افغاني في ال 45 صدقني كريم كي نقول لك تقلب كاريمون يوري هاي بتصاوره قبل طالبان كي نهار اللي جاب فاميلته لهنا تصدم هو خلط شويه ممكن على ليبوك نتاع السبعينات شويه هكا يمكن يتذكر فلاش في الميموار اما وقت جا لهنا قال لي انا خويا انا نحب باقصى الطرق نندمج في الموجود هنا علاش قال لي انا البلاد هذه المسوتيان معناتها البلاد هذه المسوتيان شربحت انا غادي قال لي شربحت قال لي انا جيت عندي 10 سنين قال لي 12 سنه التالي بنتي يخطبوا فيها اللي هي بنت وقت اللي وريها لي في التصويره تضرب لنا لهنا مسكينه توت صغيره في افغانستان يخطبوا فيها بنته معناتها اللي استيمولو كون وهرب من الانفير هذاك وجا للبلاد هذه فهمتني اما مش نرجو معناتها نحكيو على الاندماج ما نجموش يندمجوا ديما فما فما كالتشعيره هكا تزغليله نقولوا احنا يخزر له حتى جاوري هكا على جنب ولا يثبت فيه جاوري كذا ديريكتومون باش يتعدى في راسه يخزر لي على اساس العرق اللون الشكل كذا 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 فهمتني وتعرفهم انت القره ممكن حتى خزرت مباسله ديجا حتى كي ثبت فيك هما الديسكور نتاعهم يخزروا بالعين هكا
يقول مش كيف نحن انت بتحكي معه يلطو خزرك يقول لك كذا يقول لك قلة احترام. اما هو حتى يخزر لك فهمتني يا اخي يوسوس، عرفت شنيا ماك المونتاليتي القديمه نتاعي يوسوس بلاش مش ندمجوا ساعه ساعه. وفهم عبيد بالرسمي مثال يحتذى به، انا ساعه ساعه نقعد مع واحد نقول له راني بالكزوم عندي 5 سنين، اما راني تكتيت اللغه كل بابا غيو بعد 9 شهور. احنا بتونسي بون ما كذبش عليك، انا بالعقليه التونسيه تعلمتها مش ميلبروش علي وكهو البلامون خطر صعيب فهمني. ساعه ساعه واحد يحكي معايا المون ونقول له لا بس ميتك احكي معايا الديالكت نتاعك، ديالكت نتاعك كل دبليت احكي معايا نفهمه ونتفاهم معاه ونتواصل معاه كيما يحب هو يا شيخ. درني المول البارح بركه مش وديجا حتى نتعامل معاهم دي زيليف يجيو من لي سونتر دو فورماسيون يجيو من لي زيكول كذاك براكتيكوم هما يجيو بحذايا يا شيخ يتفرهدوا يتفرهدوا. يلقى لك واحد مندمج وما عندوش ما عندوش تعصب وكذا، وراني ماكري واحد بيريود باللحيه هكا تشوفني عادي بعد احكي معاه فهمتني ما يقلقش. يشوفوك ايش انت مندمج قابل للانفتاح، انت قابل للانفتاح في مخ قابل للانفتاح على الاخر قابل الديسكور مع الاخر. مش انت تجي بار اكزومبل نرى فيهم ساعه ساعه يعملوا حوم كاريمون تسمع فيهم والله معلم واه كدار الفضط هذيك بجنبي كذا يتلموا لك في براس وبعد يولي يحلقوا لك ويعملوا لك مصلى في دار واحد منهم وولت اجتماعات وكذا. من اللي هداه ربي قال جلال بريك ترفعنا. شنو هو سبب عدم الاندماج؟ هل سبب عدم الاندماج السياسه الاوروبيه المتبعه؟ يعني اوروبا يعني هي ديما تتشدق بحقوق الانسان والحريه الفرديه وحريه الانسان في المعتقد وحريه الانسان في الملبس ومعناتها جميع انواع الحريات. يعني علاش معناتها هذه السياسه الاوروبيه تلقى حاجز امام ما يسمى بال كما نقولوا احنا الجاليه الاسلاميه؟ هذا من جهه، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني شنو هو عدم سبب الاندماج؟ هل اختلاف الثقافه ام الدين؟ بون نجاوب بالثاني على خاطر اختلاف الثقافه هذاك بطبيعته معناتها شيء يعني راسخ. داكور نجيو للثاني السؤال الاول معناتها السؤال الاول اللي هو معناتها السيد اللي يجي هو فما شرط باش تصير خاطر باش يشوف حاجات اخرى سواء كيما قلت انت من ناحيه اللباس من ناحيه التفكير من ناحيه حريه المعتقد فهمتني. ايل سوفي هو السيد يبدا مش حاط في باله باش يندمج لانه ما يندمجش يبدا ماخذ ديستونس من العباد وكذا الواحد خاطر راهم هما القرى عندهم البريدونس راهم يطنبش فيك. انا 9 شهور الاولانيين ما نعرف حد ان بتي فيلاج ما في حتى عربي فهمتني هما يعرفوك خاطر ديجا بشر جديد. انا حكيت لك بون ملكانت يعني عملت اكسبو انا نعمل بانتور خاطر سكولتور في نفس العام هو بيدو بعد 10 شهور في الشهر العاشر المونتاليتي نتاع العباد هذوكم بيدهم اللي كانوا يخسروا لك ما نعرفش كيف باللوب ويحبوا يفليوك شنو واش تخمم في راسك واش تتصرف تبدلت كاريمون ديجا وقت بعثتهم لك قبل ديجا قلت لك راني عملت اكسبو وقتها بالكونت القديم قلت لي هبط هبط نشوفوهم وقتها حاسين شوفوك في لي جورنو تطلع كذا تصور مد وجهي في ثلاثه جرايد سويس هنا وشوفوك جيرانك وشوفوك كذا وشوفوك في الفيلاج اللي بعده والفيلاج اللي بعده فهمتني القريه المجاوره كما نقولوا احنا يا معلم هذا مو تونسي كما هو عربي كما هو مسلم ومن بعد يرجع بيك فهمتني ويبدا يحلل فيك يبدا ياخذك من دار اخر هو باش ياخذك معناتها بلوب اخرى تو باش يبدل اللوب هذيك ما عادش يخزر لك كونك انت هنا باش يقول لك اوسلاندر معناتها يعني ترونجي اجنبي اي اجنبي اللي هو مصدر عقل مورد عقليته للبلاد هذه يحب يطبق فهمتني خاطر برشا ديزالباني بون الاتراك تاعو في البيجريه
فهمتني؟ ولو انهم يعملوا فيها ما نعرفش، مش موازع ديني ولا موازع اجتماعي اكثر منه، ورا فيها كالغيره وبعدك ما تخسرش المرتي وما نعرفش شنو وكذا، واحد فهمتني وحرام ولا يجوز ولا كلها صراحه لا تراك ولا البان ولا واحد فهمتني. التوانسه، التوانسه اخويا احنا بون التوانسه مقبولين عموما، التوانسه مقبولين خدمة جزائريه بون مراركة يعدي يروح بالسيد مش يكون عندهم القبول بالحق. اللبنانيين معروفين، عندك الطميل هذوكم تعرفهم الهنود سيخ هذوكم خاطرنا عباد مسالمين ديجا، ما هم بطبيعتهم مسالمين، ما عندهمش في الهند تشوفهم 100,000 اله في اله عندهم هما، حتى ورعه السيجار وعندهم اله نورمال يعبدها وما يقلقوا حد. المسلمين اخويا المسلمين هم المشكل لهنا، المسلمين خطر لا يحب يندمج ولا يحب يقبل الاخر. اي شنية سبب عدم الاندماج؟ شنو ما وضحتناش ما هو سبب عدم الاندماج؟ هل اللغه سواء في اللباس سواء ما نعرفش انا بس كيفاش نفسرها لك كريم؟ الاندماج بون الاندماج يصير من ناحيه الكولتور. انت جيت انت كنت بار اكزومبل جيت من بيئه معينه، انت بار اكزومبل تقدر العم والخال وواحد ينظر عليك يقول لك روح تروح قبل وكذا ويزي عيب هنا ما فهميش مرفوع عليهم القلم. هنا ساعه ساعه تسمع كيفاش يحكي مع امه مع ابوه فهمتني، تقول بالك شي اصحاب هذوما يتعاركوا وكذا. هنا حتى تلاحظها بون اللي جاء او يعرف جاء كما نقولوا احنا ليديك جاء كما عازب سيليباتير ولا اللي هو وعمل الفاميلي هنا يريد يحاول بقدر الامكان انه يعزل الفاميلي نتاعو، بنته ما يخليهاش تصوحه ويقتلها قالت ليه تعرف شنو مراقبه لصيق، ولده يبدا يخاف منه عمره 20 سنه طف اذا كان خرج باصه، واذا كان مخرج مسكين تعرف شنو هو بركة عليه العمر الكل عباره في البلاد وبرا عاد انت نعرفوها هكا تاع العقليه ساعه ساعه تركب له وعمره 15 سنه يقول لك اي برا رجع من البلاد حطم وقتها سيء كسر له خشمه. علاش الفساد يقول لك الفساد والشرب وما نعرف شنو عندهم هما معناتها مقياس شنو البلاد الشرب والعراي والسهريات وكذا هذاك هو وعندهم الفساد هكا معناتها بشر هكا بار اكزومبل باش يسولاج شويه ولا باش يخرج يسهر باش يعرف العباد كذا اكثر فيهم. انت ديجا ساعه ساعه يبداو دي كوبان يقعدوا مع بعضهم ما نعرفش حتى في دي شومبر دو كولوكاسيون مع بعضهم وكذا فهمتني اصحاب تبدا يبداو انثى وانثى وذكر هذيك عندها صاحبها وهذاك عنده صاحبته اما يعيشوا مع بعضهم فرد دار. هنا اللي يحب يتنظم هنا فهمتني اللي يحب يتنظم هنا. والمرجعيه اخويا معروفه دينيه عشان نحن يعني نكبروا فيها ونوسعوا فيها باش رفتيلك حتى في كعبه ما نعرفش شنو هي حتى في نمال رفتيلك باش تحبي باش يقبل لك واحد اخر فهمتي واحده تلبسك بالعاريه ولا واحد كعب شاد كعب كبيره في دي احنا نسير شاد كعب كبيره في دي راه باش يبردل. احنا عندنا شيخ حتى الشيخه ما نعرفوش نشيخه احنا اللي يشد لك كعبه بيره في تونس ولا في الوطن العربي بصفه عامه ولا الوطن الاسلامي بصفه عامه يعني بالبلدان الاسلاميه بصفه عامه راهو يتحدى في العقليه مش في بون سيستيم عنده هذيك حاجه اخرى مش نحكيو امور دينيه مرجعيه دينيه راهو يتحدى لك في فكر يقول ليه ما تعملش حرام وعيب. إذا كان شد لك كعبة البيرة راهو يتحدى في هذيك ويتحدى في الكبير ويتحدى في هذيك يتحدى في اللي تابوه فهمتني يتحدى في اللي تابوه هذيك علاش حتى مسكين تلقاه يحب يسولاجي ما يعرفش يسولاجي يولي يبردل يولي يتيح في الغلط يولي يعمل عركة يعمل سكرة يختمها بمشكل ويتوقف. فادلك معاه هشام المرة اللي فاتت ركز لي قلت له على يتوقف ما نعرفوش كيما لهنا يجي يحب بون تحب تفرض التربيه تحب تفرض الاحترام مش هيك تمنع بنتك انها بار اكزومبل
فهمني باش تعمل ان تالون باش تمارس عندها تالون هي باغ اكزومبل سويمينغ الوحده الناتاسيون هي علاش ليه؟ علاش ليه؟ اما تعملها كما تحبها انت امبوسيبل على كمان ناتاسيون فما اعراف دوليه مادام فما بيكينيه صاحبي يعوم به الناس عليه عمرها 16 سنة ولا قديش ولا 14 سنة شنو عمرها هذي زلت في اللوزة قال نقول وحنا هي سيبها خل تخرج لك شي حاجة تهزك شي عمرها ما دايما مضيع عمرك في الغربة ما تشوفش اللي الجالية الإسلامية أكثر تعصب في أوروبا من اللي في الوطن بتاعنا أكثر أكثر يعني ما تشوفش هوني اللي معناتها ما يسمى بالإسلام تحول في أوروبا نوعا ما إلى نوع من الهوية من أجل المحافظة هيك الصحة هكا هنا ذكرتي في النقطة الغايبة علي عبارة هو يحب يقول للأوروبي يا معلم راني هنا هاي الإيدنتيتي نتاعي فهمني الهوية عبارة هو يحب يقول للأوروبي راني هنا حتى أنا راني موجود وراني إكزيستي خاطر بون الأوروبي مانيش باش نتحدث اكستريميست هكا واكستريميست هكا الاوروبي باش تبقى ديما في مخه اللي هو معناتها نقولوا احنا الافضليه الاوروبي وكذا وبلادهم ما نجموش نحكوا معاها فهمتني وانت ضيف عنده هذيك حاجه بيه. هو المسلم هذاك ولا فهمتني باش يحس بالنقص باش يحس بالنقص سواء في فرص العمل سواء في ما عرفش انا حتى في الصالير نعرفوه حتى في الريكروتمون معناتها حتى في الاجر حتى في الاختيار في العمل اي ريكروتمون هاني قلت لك ريكروتمون لابسوربسيون تاع المان دوفر شوف انت الاوروبيان تلقاه ديما يتشرط ويفرض شروطه حتى على الباترون الاترونجي يسكت ياكلها ويسكت قداش لازمك فهمتني ياكلها ويسكت يحب يفرض روحه ويحب نحسها قلت لك هذه كيما نوع من الفونجونس هك كيما نوع من الفونجونس يحب يقول راني حتى انا لهنا انت ماك مشيت عليا انت بار اكزومبل اللوان نتاعك القانون نتاعك الصحيح فهمتني على الاوراق انا باش نمشي العرف الاجتماعيه نتاعي لهنا ما كنت حاط بون يحاسبوا عباره يحاسبوا بغلاته هو انت ما عملت اعراف اجتماعيه انت ما تعرفش بالعرف الاجتماعيه شكان صافي مفيد احترم القانون كيما الوزير كيما اقل مانوفر معناته هو يحب يفرض روحه بالاعراف او عطيه هو حريه المعتقده وقال لك صلي على روحك او عمل لك قال لك رخص لك في جامعه برا عمل جامعه على روحك ما كفاهوش هذاك الكل يحس روحه ديما في وسط السيركوي اللي صوره له القاوري صحيح عطاه جامع اما يفرض عليه كيفاش يصلي كيفاش لا يحب ديما المخ يبقى يخدم هكا باش البدعة الطلعة نقولوا احنا الكود فودر يلزم يعملها الشوط ريتات شوط يلزم يعمل فما لي فيري ويخرج من التروبول اللي صوره اللحم معناتها التروبول اللي ماشي في اللين يصورها القاوري بيدو معناتها وفما فهمتني ولا لا اللي يبقى يتبع في اللين هذيك خذا دريتو تك وروح على روحه خليهم دوزيام جينيراسيون في بلادهم اولاد وبنات وكذا واحد فهمتني ويرجع راهو يرجع لبلاده راهو ماهوش متاقلم اون فان كونت عباره عاده ربطيه في بلاد الناس ومربح منها شيء ما تعلم منها شيء وروح واللي يبقى باش يبقى ديما متقطع مشكلتي دونتيتي ليه هو نقولوا نحن زمقري ليه هو تونسي ولا ليه هو عربي ولا ليه هو مسلم وليه هو فرنسي فهمتني يرجع لبلاده بار اكزومبل حتى يكبر ويخرج ياخذ التريت نتاعو يرجع لبلاده بار اكزومبل باش يخلي معناتك دوزيام جينيراسيون ولد وبنت وولاد بنت فهمتني اذا كان الاخر باش يبقى متمزق زاده كيما قلت يبقى مقطع له مسلم وله فرنساوي ولا ما نعرفش انا عطيتك مثل فرنساوي فرنسا تبان فيها اكثر الحكايه هذه ديجا انت عشت غادي بتعرفها فهمتني ماخذين انيكار بالقدير
مع الدولة وكذا ويتصرفوا كما يحبوهم ويتقابلوا ويصلي ويتجمعوا ونعرفش شنو هي يعملوا البداعة السبعة فهمني. أما ما نجموش يندمجوا عبارة فهمتني يمدوا في المشعل الجينيراسيون اللي بعد الجينيراسيون اللي بعد ثم كتراديسيون يعملوا فيها في بعضهم في بعضهم فهمتني. يعني اللي يجيو مولى البلاد في اوروبا معناتها الفرنساوي ولا الطالي يعني ولا اللي هو ويبقاو هما يحكيو فهمتني جوست كان باللي تراديسيون تاعهم باللي تراديسيون تاعهم باللي الحاكم يضايق فهمتني سواء على الذبايح وكل برشا حاجات معناتها اللي تراديسيون مسلمان كيما نقولوا واحد الحاكم يسكر خاطر فما حاجات اغريسيفيتي ماهيش كيما عيد الاضحى واحد فهمتني ممنوع عليه ويذبحوا في ديارهم يتحدى ايتاد فونجونس انت ماك سكرت انت تصغر الخبزه وانا ناكل مرتي فهمتني انت تسرق وانا نسرق وداو نشوف شكون يسرق في الاخر هذيك هي. اوروبا بصفه عامه ما عندهاش مشكل مع الهويه الاخرى بالعكس هي معناتها تدعو للتنوع احنا نشوفوا مثلا الجاليه الافريقيه في اوروبا رغم اللي معناتها تحافظ على تقاليدها وعلى عاداتها نقصد افريقيا السوداء يعني مندمجين بالقدا يعني السود في اوروبا ايضا هناك الجاليه الصينيه مندمجه والجاليه الهنديه مندمجه رغم اللي هما نوعا ما يعني عندهم تقاليدهم وعندهم عاداتهم ومحافظين على الهويه نتاعهم كيما نقولوا احنا بتاع البلاد نتاعهم والتقاليد نتاعهم والعادات نتاعهم. ما هناش تعارض من بين الصيني او الهندي او الافريقي مع الحضاره الاوروبيه او ما يسمى المدنيه الاوروبيه. بالعكس هناك حتى يعني في اوروبا اماكن خاصه لهم يعني حتى الاوروبيين يمشيوا لهم بينما الجاليه الاسلاميه لا. هذه هي المشكله الكبيره يعني مشكله ماهيش مشكله هويه او ايدنتيتي او اصل مشكله اخرى اكبر. حسب رايك شنو هي المشكله هذه؟ وما على كيفاش يقولوا فيها وما ظلمناهم بايدي كيفاش الايه هي يقولوا منهم واليهم. وي ريتش انت هنداوي شد ترشق روحه هكا شفت انت تايلاندي شد عمل كيدنابينج وما نعرفش شنو واختطف عباد واختل عباد. شفت انت افريكان بار اكزومبل لا مريتش انا مريتش حتى اذا كان فما حاجه فما ديزاغريسيون باش يتصنفوا كريميناليتي خاطر حتى يقول بيتهم عند الكريميناليتي فهمني كريميناليتي دو دروغ دو فيول فهمني هذوك من يتصنفوا. اما يا خويا هما عندهم فوبي من بشر يترشق روحه ولا يعمل حكايه ويعيط لك الله اكبر حمور لك صايرة وهي تصير واليوم صارت فهمني. السيد المصري هاكا داخل على متحف وجاي في جانفي مازال اخضر يا معلم حتى اللحية مازال ما طلعهاش حجم من عرش وين مازال ما طلعتلوش فيه في فرنسا. ادخل السيد بالله واكبر فهمني يحب يترشق ويحب كذا هي يا معلم خي انت بار اكزومبل تسهل تقول هندي ويقولك لي زيبيس يتذكروا ديريكتك النكته الكحله يتذكروا الغناء والشتيح يتذكروا نحكي بامور بديهيات كديبيليتي معناتها نتاع بشر باش تحكي على التايلاندي بوذا كذا واحد سبيريتياليتي روحانيات والسوشو ما نعرفش شنو حاسيل باش تحكي على شنو مدخل الخير معنا فيها ما نقولوا احنا حتى في الاوروب كامل تلقاهم تخزر واحد شنو يتعمل له وكل الصباح معاك تدخل له وكل وك على بتشني به باش نحكيو على الافريكان ديجي يقولوا مارك انسى ونسى تحبهم انا ومعروفين فهمت يحبوا الفدكه يحبوا هذا ويلعبوها دي لدي دي بي راه يبداش حتى سنقره في راسه راهو الكحلوش لكن رمى القاتله يا ربي القاتله راهو على الاوراق وعلى الريحه مهما كانت خبيثته ما رايد ما عندوش مشاكل ما عندوش مشاكل حتى كان باش يعمل ارناك يعملها بضخامه فهمت
لي زيتري اسمو من اريتريا هذوكم هذوكم بطبيعتهم جايين ريفيجي بوليتيك وتعرفهم هذوك ما عندهمش مشاكل ما عندهمش مشاكل تشوفهم هكا في الكياس واع واع وعياط وي اما ما عندهمش مشاكل كريم ما عندهمش مشاكل هذاك علاش الدوله تحبهم ويعملوا انتجراسيون كذا ويقروهم اللغه وي اطلب يجي واحد مسلم باش يعمل انتجراسيون مش يطلب جوست ريفيجي ليه سوى من العراق من سوريا تشوفهم سوريين معناتها سوريين شعب طيب شعب طيب انا عندي المرأة تعرفهم اللي دي كان في سوريا خاطر في اللحظة سيك دبلوماسي غادي كذا معناتها ناس طيب ساعة ساعة نبعث لها فيديو كذا قلنا شوف شوف باريزمان سوري ولا عمل كذا كذا والارتيكل تي لا تقول لي بريكسي يكتبوا عليهم من كثر ما هم معناتها قبل الشعب طيب تو جو لهنا كما قلت لك المانيا لي زاغريسيون كلها عاملين باسم في سوريا الالمان البارح سكروا لهم سيت عرش بارتاجيت هذا دوري موسيلمون بارتاجوا لهم سيت جماعه ولت بيع في السلاح مارشي نوار عملوا سيت يبيعوا في السلاح مارشي نوار عليه وفهم على الاقل 70% تاع كل يشروا منه بنات يعني بنات تشري في البيستولي كذا عليه ديفندي على روحها يا صاحبي اختر اختر علاش خاطر جيب العقليه نتاع المراه فيل فهمتني يبدا منحلق على النساء هك يبدا منحلق على النساء ويبدا نفس العقليه اللي جايبها من البلاد راهو باش يبزنس بها لهنا يا معلم ساهل راهي النساء هنا راهي ساعه ساعه هي النساء تفكك مش فهمتني ولا يتلهميك يات يسكر على روحه وما يقبلش حتى ولو جي يفدك معاه جابري يوحل فيه يوحل فيه يندم يندمه اوتوماتيكمو كل شيء يقرنه بالدين الماكلة يقرنها بالدين ما نعرفش الدخول للتواليت يقرنها بالدين يجي يا معلم ايش بيك ايش تحب ايش تحب تعمل بالضبط معناتها تحب تبدل البلاد اللي جيت لها انت اخويا ضربوا على حريتهم ضربوا ضرب على حريتك برا رجع لبلادك وضرب على حريتك تولي كل روبحة برجولي سامحني نبيل الجالية متاعنا أو الجالية الإسلامية في أوروبا يعني في السبعينات في الثمانينيات تختلف على الجالية توا صحيح ولا ممكن قبل الخير إيه قبل الخير نقول لك علاش قبل أخويا عبيت عيشة زهواني يا أخويا حبوا جو يحبوا جو انا عندي لي جينيراسيون باغ اكزومبل نعرفهم كبار اكبر مني بو 50 و 60 ويا قالك عشت عشت يروح لبلادو يسكن تاك العوي بزوز يمشي يعمل عمر على روحه ويرجع ها ها فدي كزهواني ما على بالو كلمه زايده تلقاه يقدر هكا فهمتي وما على بالو حتى بالطقس تو اللي خرجوا هذوما خرجوا اخويا مع متزامنة الحكاية مع رجعة الحركات الإسلامية تنشط فهمتني هذا هو السؤال يعني شنو حسب رأيك معناتها سبب تحرك الحركات الإسلامية في أوروبا يعني 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 نعرف اللي احنا معناتها الحركات الإسلامية مسيطرة جدا على الجالية الإسلامية في أوروبا يعني حسب رأيك شنو الأسباب أقول لك فما ساعة ساعة مكثريتها تقام دي شومور تقام دي شومور تقال لي توشى مرة شوماج ولا تدخل للسيربي سوسيو يعرف هالحكاية يبخل على الخدمة ما عادش يحب ينتج يولي يحب يضرب على الشيرتين الدولة مثلا اللي عايش فيها تقال مثلا تعطيه ميلورو وكل واحدة باش يعيش بيه الجمعية الإسلامية أو كل بورصة هما جمعية إسلامية وانت تعرف خلفياتها وتمويلاتها ما غير ما نحكي لك فهمت تعطيها كل 200 يورو كل هو فانت قاعد يشرب باش يمشي يخو بها مستر غبره ولا باش يمشي كيف ماريوانا ولا اللي هو فهمت تلقاه مربي اللحيه هو فهمتني واحد كانجا باش ماهوش مصلي جوست مربي اللحيه هو السلام عليكم اخي واحد نعرفه يا هذاك المره طلع معايا مرتين في التريل واني ماشي جمعيه اسلاميه وين بون انت تعرف سويس روموند طلع الشوطفون كنت اسمع به معروفه برشا شوطفون فيها جمعيه اسلاميه كبيره برشا
يعاونكم كوا فك اللي زي زيستيف وكذا يا معلم ماشي انا ماشي مطيب على صاحبي طالع معايا الطف قال لي ولا باش ندبر راسي وكذا وكذا خويا انت الجمعيه الاسلاميه هذيا الجمعيه الاسلاميه هذيا خويا الدوله هي المرخصه لها اللوم على الدوله الدولة تنجم تترجم كلمة ما تنجمش تترجم ثقافة إذا كان يعطيه مشروع جمعية هو في على على ورقة على بابي يخزر الله يقول لك ما فما حد شيء ما عليها غبرة أطبع له عديه يصير شغل أما هو وراء الأسرة هذوكم بعد يقول يجي حاسبه على كلمة في وسط لوحدك مش لازم تشبه يقول القرآن قال هك الشريعة قالت هك يا معلم فضها معاه كان فهمتني ولا لا سكر جمعية بشي ولي معادي حقوق الإنسان وكذا 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 كان خليه باص وهك تشوف العرض قاعد ينتج له في الفقاعة فهمتني ولا لا طف كل مرة ترشق له واحدة وسي هذيك هي يسنسوهم بالفلوس هك البطالة وكل يعملوا له بصور باسيون فهمتني ولا لا يسنسوهم بالفلوس و وهذيك هي يولي يماني مانيبيلي الموجة الإرهابية الإسلامية في أوروبا هل تتوقع اللي هي مازالت تكثر ولا ماشية وتنقص؟ مازالت تكثر كريم مازالت تكثر أقول لك علاش خطر حتى على ريكروتمون بار اكزومبل وعلى الريكروتمون تاع الخدمة تاع ما عادش يقبلوا العرب ما عادش يقبلوا الجالية الإسلامية مكروهي نحبوا ولا نكرهوا أنا الناس معناتها نشوف فيها واحدة يصرن فوق يخزر لك الوجهك في البريد موخ ويقول لك طبعا عايتوا لك توا الأولوية للبولوني والبرتغي والروماني والإسبانيول والإيطاليان في الألمان بيد ساعة ساعة تعدى تلقى واحد ألماني بمصالحة تك خدم بلدية يجبد عطيه عادي تبقى يسقف معصر أرى فرحان يخدم فهمتني مريكريتين وفهمت خاطر عنده فيه ثقة ما هو جايب حد شيء ثقافة قريبة لبعضها كيف بريسك فهمتني الآخر ما يحبش يخدم فهمتني عربي تلقاه كركار ويعمل لك المشاكل ويتولها لك بنسى ويشرب وتكلموا بار اكزومبل لي زورير ريغولير فهمتني ولا لا يقول لك ما نجمش نجي اليوم يخدم لك 10 شهور فهمتني ولا لا وظهري ويدخل لك للسوسيال ويدخل لك للشوماج تفضها معاه الالماني حتى مدقدق يخدم السويسري مدقدق يخدم ما يمشوش للطبيب فهمتني يا خويا هذوما عباد ما يحبوش يخدموا ما يحبوش يندمجوا يسكروا على رواحهم ويبدو ويتشكلك في البلاد ظلما وفي الراسيزم وفي ما عرفش شنو وفي ما ننكروش احنا كونه سيئ الفوبيا موجوده من القرره مش ننزه فيهم ولا واحد ندافع عليهم بالعكس فهمتني الانسان هو بيدو راهو جوست تتهز عليه سطوه القانون شويه راهو اي انسان تتهز عليه سطوه القانون شويه تشوف منه العجب اي بشر وناكد لك اي بشر تهز عليه سطوه القانون شويه تشوف منه العجب مش معناتها قاوري راهو سيء منزه وسيء كجناوة خرج وسيترنونج لا 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 هو بيدهم خاصيهم قانونهم راه خاصيهم قانونهم وضعي خويا احترموه لما تعرف عليه تفهموا عليه طف يحترموه مش بشر جايب لك فهمتي كتاب ما نعرفش تقول له برر لي يقول لك من الكتاب هذايا يا معلم دي انا نسال فيك على كتاب بيدو منين تجيب لي انت الكتاب قال يا معلم معناتها زايد حكايه فيها لكن بشر ما يحبش ينتقري يروح البلاد وخير عاد وقتها نقول لك يروح البلاد وخير علاش يكسر فيروس العباد وعلاش يقلق في العباد خلينا نبقى في سويسرا حول مساله او في اوروبا بشكل عام ما ناخذ المثال سويسرا تنامي ما يسمى بالمد او معناتها الاحزاب اليمينيه الأحزاب اليمينية. يعطيني فكرة مثلاً في سويسرا خاطر نعرف توا مثلاً في هولندا فما معناتها نعرف أمريكا طبعاً وصول ترامب لرئاسة أمريكا
والآن هناك الانتخابات في هولندا نهار 15 مارس اللي يمكن توصل اليمين إلى السلطة، ويمكن فرنسا زادا لوبان وسويسرا أيضا. هناك أعطينا فكرة حول الأحزاب، الحزب اليميني اللي في على الحزب اليميني في سويسرا. يمينية هما لهنا يميني ريفورميرت ذات مرجعية يهودية عندني مسيحية. ما تحسوش في السياسة، ما تحسوش في لي جورنو، ما تحسوش في الميديا، تحسوا أصلا بالقرارات اللي باش ياخذوها، القرارات اللي تخرج من البرلمان اللي صادق عليها البرلمان السويسري، تحسهم بالحق. مش تقول لي انت يمين متطرف، هذه يمين استئصالي بالرسمي استئصالي. نقول لك علاش عم ناول يفوتيو فهمتني، عملوا دو فوت. علاش باش يزيدوا لي سالير، السويس بيدهم قالوا لي علاش. قال لك انا سويسري باش ياخذ واحد اترونجي كيفي سالير، لا مانيش مصادق عليه زياد، معناتها باش يحدوا السميك ب 4000 فرون. قال لك لا، خلي دين امه هكاك وما تزيدنيش، خاطر الدروات هنا متمكن من البلاد، من البنوك، من كل شيء. معناتها تشوف انت اللي موبر تاع الدروات، تلقاه اللي عنده الكوب والنيجرو والدينار هذوما كيما عندنا نحن شامبيون، اما شنو سيري وكارفور سيريات بلاد في وسط البلاد. تصور هذه بلاد تحكم فيها 8 وزراء، رئيس شرفي هو الوزير هذاك، رئيس حكومه شرفي، معناتها باش يمثل البلاد، باش يحكي باسم البلاد. يا ميمي سيتي اندروا مني من تبع دروا صحيح. كل مره يخرجوك بقانون يحدوا من اللي يزيد من حقوق الليترونجي اكثر. علاش؟ خاطر الليترونجي هنا تحل اكثر من لازم. تقصد الليترونجي ولا تقصد الجاليه الاسلاميه؟ بون اكثر منه الجاليه الاسلاميه، يعني القانون هذا يطبق اكثر شيء على الجاليه الاسلاميه. اي قلت لك نحسوا انا معناتها المسلمين كونسيرني اكثر منه 60% كونسيرني اكثر من جنسيات اخرين. هو يشمل كل الاجانب فهمتني، اما يمس اكثر الجاليه الاسلاميه استئصالي اكثر منه فهمتني. كيفاش مثلا؟ اعطينا امثله. نقول لك انا علاش، فور اكزومبل الافريكان ولا التاميل ولا التايلاندي ولا ما بيناتهم قانون وضعي، خاطر ليترونجي هذاك ما يفرضش معتقداته. انت اي ما نهيته ويقول لك، حتى اذا كان صنفته انت بار اكزومبل تصنيف عنصري على اساس اللهجه ولا لونغاج ولا ايش قلت لك، جامي باش يجيب لك العقيده ولا العربي ولا اللي هو، انت تقول لك واه خاطر انا مسلم، خاطر انا مسلم، هي قلت ايش تاخر هذا فيه يا ودي، راه هكا تشوكي راه هذا هو. انا خرجت واحد سعودي، حتى باش نعطيك اكزومبل، خرجت واحد سعودي خلى صغارو اقل من 12 في بارك اكواتيك فهمتني، خليهم فهمتني فك التوبوغون هذوكم ومخترين يلزمهم ديما معاهم كومبانيون. نهار اللي خرجت وانا خرجت معاه صغار ولا خويا، انا عندي كاميرا ويت زاد تفرج فيا، هزهم وروح. قال لي انا مخلص يا ودي روح، جيتني انفورماسيون من فوق قال لك روح، انت انزين ماكش مسؤوليه يا خويا، هز ولادك وراه ما عندكش مسؤوليه، هز ولادك وراه. هو من فهم ديريكت مع زوج نساء في وتيل، جاي مع زوج نساء للسويس دوما واحده، قال لي انت عنصري. ها معلم هاني كيفي كيفك يا صحيبي، هاني فرد قشر انا وياك، قال لي عنصري فهم انت، هذا بيزيتور فما بالك بشر باش يتحط في السيستم وباش يخلص لي زامبو وباش يتلزم بالقانون وكذا ويتنظم في الصف وما تسمعش ما يقلق الجيران والعشره ويحترم باهي. كيفاش تشوف مستقبل الجاليه بصفه عامه الاسلاميه في اوروبا حسب رايك، على حسب توا السياسات اللي قاعده تتبع
والتضييقات اللي يوقع على مجال العمل وعلى مجال استقبال اللاجئين وكل شيء، يعني كيفاش تشوفها؟ هل تتصور يعني اللي بيوقع في أوروبا كما وقع في إسبانيا يعني طرد المسلمين من إسبانيا؟ بالخامة توا يا ريت تضيع خدمة توا باريزوم نحكي لك هنا، تضيع خدمة تعضي يديك، تضيع خدمتك تعضي يديك، زيادة وكال الغراديواسيون والواحد ما ضمت يسكروا عليهم، زيدوا في الليزامبو أول ما ينجم يطيحك في متفهمني في البورسويت، معناتها دي بورسويت التتبع تتبعات حتى الأخطية نتاع مترو يمرجوك يركدو هيرك ما يحسبكش بالوقت، تبعث يشوف الاسم صالح تك باتريك باتريك مخلص راه بعث له يخلي هيك تكبر بعد يبعث هيرك فهمتي 300 كانت عندك 50 ورو يبعث لك 300 كسر المظهر عادي يلزم هكاك باش يعمل معك باش يقلقك من البلاد باش انت تفد من البلاد يقول نجيبش يقول لك يعني بناء على الاعراف والقوانين والواحد يخرجكش حقوق الانسان واحد ويتشد كيما قلت يتشدقوا بها واحد ما يخرجكش اقعد على روحك حتى ما عندكش اوراق اقعد على روحك تو تفد وتروح بتخاف تو تفد وتروح فهمني ومش بتسكر على الجاليه لله باهي انت معناتها عندك اختلاط بالجاليه في المنطقه بتاعك طبعا هل تشوفهم اللي يفكروا يرجعوا للبلاد اي واحد تقول له يقول لك والله كنا نلقى 50 مليون توانسه نروح بالفلك هذه يقول لك واحد بالفلك حتى 50 مليون تونسي نروح حتى 100 مليون نروح كان نجم كيفاش نعصر على روحي خاطر بون يمشي بالبريم سالير هنا 4500 يقول لك انا نلقى نروح معاش النجم حقرة وكذا نفس العقلية أحكي معك معناتها بلغة وروحنا مبسطة على الأخر شعبية على الأخر يقولك اختاني من حقرة وواحد معاش النجم معاش النجم شنو هي معاش النجم الحق خاطر شوف أنت لندي ماش معاش نجم أنت ماش سيء يعني تتصور اللي فما عودة يعني الكثير إلى الوطن الأصل يعني فأنت تتصور اللي معناتها في المستقبل يعني يمكن هناك معناتها كثير يفكرون العودة يحمل ويسكت ولكن كان أوروبا تزيد تضيق أكثر يا ودي تونسي نحكي على تونسي يعني يلقى لك 100,000 وسبة بشو قد هذا علاش على خطر تصور وأنه في بلاده ما يندمش ما عادش يلقى ماشي يا رقم مونتاليتي غادي ما تعرف انت ما عندكش ما تسويش مش عندك قداش عندك تسوي هذيك يعني المساله اقتصاديه فقط ندي مراد يشتري كل على جاي هي كل جاي تقرا هي وكل جاي كل جاي تحس في وضعيتها ومزمر عليه واللي تحب عزوزه واللي تحب قوريه واللي تحب بجلثه كما نقولوا احنا سكت غمض عينه عضو كلا وسكت واستحملها وراه فهمتي وفي عظامه وسكت اللي بيع صغر وكمل ربطيته وفهمتي ورق وهاوين هو اللي بيكملش ربطيته وتصبع الاخير وصابر وهذي كاي جاي لهنا بايع قديش من عمره منجاجي يروح وعباره بشر سرق سرقه موصوفه عارفها فيها 5 سنين يغمض ياكل اللي كتب له ويكمل الربطيه ويمشي من عمره ومن بعد يفيق روحه سايق صحيح بوراقه أم ضيع عمره ضيع ما نعرف شنيا ضيع ما نعرف شنيا باهي نبيل معناتها فما ياسر معناتها يحلموا بالحلم الأوروبي أنت توا حتى مثلا في تونس ولا في شمال أفريقيا بصفة عامة شنو تنصح أنت هذوما الأشخاص اللي معناتها مازالوا يحلموا لتوا رغم اللي معناتها اسمع اش نحكيك أنا فاز مو خاطر احنا قبل حتى كينصحونا واحد حتى كينصحونا قبل تي لا تي باغضني عرفت شنيا تقول له راه ودي راي الاوروب تي باغضني تي بون صحابي في الانتوراج نتاعي يعرفوني ما نخبيش يدي بوك الضوح منيك علي منيك علي زايد الحديث علاش عندي تقول له راه بالرسمي راه بلاد مسكت سويسرا يا ودي سويسرا راه يبرا راي سويسرا
جيت حسبها هي معنا لما نقول تخلص فيها 4000 فرو هي معناتها الخبز ب 18000 راه بوك الدخان ب 20000 راهو ما عرفش نمشي طرف اللحم وكذا هي نفس لا اللحم ارخص عاد اللحم ارخص من تونس سامحني اللحم ارخص من تونس في سويسرا ها اللحم مرخص من تونس في سويسرا وعلى فكرة الفلفل اللي هو تو ما تعرف شنية مشيط على الاخر الفلفل ارخص من تونس فهمتني الحب بون الحب ما خطر ما خطر بلاد البقرة هذيك علاش هايدي اكس فهمتني رخيص اما باش نحكيو باغ اكزومبل التونسي يحبك اللي يتحيل شوية هكا في المصروف كذا واحد فهمتني اللي ديجا تشوفهم حتى العاملين حويجه هكا مخبي حويجه باز راهو مطلق واحده قوريه وراهو ماخذ واحده تونسيه طيب له في المرميد نحكيو بلغه شعبيه على الاخر انا باش العباد الكل تفهمنا راهو وحده راهو ما ينجمش صدقني العظيم راهي التونسيه راهي معلمه راهي شبيك راهي كي طيب لك مرميد حتى ب 500 فرنك تعمل لك مرميد حتى ب 5000 تعمل لك مرميد هنا تبدا ميخ واحد قوريات يا معلم عشيك يبدا باس الماسط شايط بكله ويتكلف لك فهمتي 50 فرون نحكيو معناتها امور اقتصاديه يعني امور ايكونوميك هذه مش باين حاجه سهل على الاخر فهمتني اذا معناتها اي كلمه نرجع لكلمتك على قلت انت باش تنصحهم مش تنصحهم انا ما ننصحوش حبي يجرب يطونتي شونس نتاعو بون الراس والعين يجرب يعني بالنسبه لي انا النيجاتيفيتي راه نقولوا عليه يا خويا راهي بدات بون اوروبا متسكر على العرب الكل تو راك ترى فيها حتى الاجراءات تاع الفيزا كذا في لونجليتير خرجت من الاتحاد الاوروبي فما بالك انت سويسرا اللي هي نحكي فيها هذه هاي ماهيش مشاركه في الاتحاد الاوروبي اللي هي جيت في طنبو في وسط كيزح يعني شنو تشوف الحل انت؟ باش تخرج يا ودي الحل مش في البلاد اللي باش تمشي لها الحل اللي في البلاد اللي احنا فيها بلادنا نحكي على بلادنا على تونس نحكي على بلادنا فهمني يا خويا سيستم ما عايشنيش ما حاسسنيش بدرجه المواطنه سمح من خاطر باللي نحكيو حكينا كنيجاتيفيتي راهو على سلبيات اي السلبيات الموجوده لهنا وكذا مش نحكيو على حاجات الباهيه حاجات الباهيه خويا نظام قانون قدرك محفوظ قانون خويا انشي أخوي قانون جي حتى في سياختي قانون جي أنا ساعة أو المرأة من المطار أنا نعمل لك تقول لي راك في تونس نسير رجع السنتور عرفت شنية تتنظم وحدك ما فيها شيء كان تلبس السنتور ما فيها شيء كان تشد الصف ما فيها شيء كان تطلع بالكار تخلص تسكيرتك ما يقلقكش نحكي على احنا كمواطنين ما فيها بيس حتى تاكل في الكرسي فهمتني الرئيس والوزير والواحد ما فيها بيس كان ينقص شويه من الكورتيج كان ما فيها بيس زاده كان ينقصوا له من الصالير نتاعو ما فيها بيس زاده كان فهمتي ولا لا عاملين له قصر لونتريتيان نتاعو في النهار ما نعرفش قداش مليون ولا مليار ولا ما نعرفش ما عنديش فكره بالضبط ينقص شويه من البهرج معلم يطلع معاه انا عم ناول مش عم ناول قلت له عم ناول مش اسمه رئيس وزراء فهمتي نتاع نوشاتيل نتاع يسكن في نوشاتيل يخو معايا البير من الترام في نفس الترام مع كورتيج صدقني اطلع فهمتي على 650 مش 600 كل واحد 650 بسكليت فهمتي على بسكليت طف يحط البسكليت اونتر فاغون ويبانك ويشد الكرسي بريمير كلاس صحيح كذا باي معروف شخصيه معروفه لا معاه على كورتيج لا معاه على جارد كور لا معاه فاش قام لك البهرج نتاع وذني قرس الغول يتعارك مره هو ويا باش يتعارك في قرب ديسكور قالوا بون هو برو في الاخر رجل كبير قالوا كيفاش فاز هي
خلوا بلادنا مش نتاع ديمقراطية ومش نتاع سياسة، خلوا ربك السياسة ما تتمارس كان في بلادنا، خاطر كوميرس، السياسة كوميرس في بلادنا. سرقة يا أخوي، سرقة. ينضاف السيستام هذاك، ينضاف ينضاف، خرج جينيراسيون باهية تحب تخدم على روحها. تشوف تشوف شكون يا خويا سهل، وهنا الشيء اللي هربه منه العباد هنا مبسط هيك ابسط ما يكون، الضغط مبسط هيك يا خويا. الشعب غادي شكون ينجم يتعامل مع البنك وياخذ قروض وما يسهل حياته شويه، يسهل حياته شويه. نحكي لك يقول لك ما ترسم، ما نعرفش شنو عندك، قديش خدمه وهاك اللغه يعني. هنا يوسفي عندك صالير حتى تومبورير، تنجم تاخذ دار، تنجم تاخذ كهرباء، تنجم تنجم تنجم. مسكين التونسي اللي هي كهرباء، مسكين برشوري التونسي سيتانوتي، كهرباء سيتانوتي عباره صباتك باش تمشي بها باش تقضي بها مصلحتك. التونسي مسكين من كثر ما تعقد على كهرباء يشوف فيها انفيس، معناتها يشوف فيها حاجه من الكماليات اللي هي اصلا ضروريه، فهمتني؟ يسهل. وانت شوف انت الليزينغ، انت باغ اكزومبل يعني تمشي طف يحسب لك كالكولي لك واه قديش تنجم تدفع، يقول لك تليزي، يقول لك تليزي على عامين ثلاثة أربع سنين جاوك وانت امورك، من بعدها بتبدل الكهرباء رجع عليك وهز الاخر ما دامك تخلص، هو الاخر يعاود يبيعها بسوم اخر. التونسي لا، مسكين محروم. تو تكروها انت انسان يخدم في معمل شهريت 400 ولا قديش، ايش نجم يعمل بها باغ اكزومبل؟ ايش نجم يعمل بها؟ باهي نبيل، احنا المشكله بتاعنا شنو؟ هل المشكله اقتصاديه في تونس ولا مشكله حريات؟ مشكله اقتصاديه ولا مشكله حريات؟ زوز زوز. انا هي اهم بالنسبه ليك، الحريات والقانون ام الاقتصاد؟ ها بشوي احنا مش الحريات والقانون، يعطيك الصحه. انت تو نزلت على زوز الباهين، على خاطر اذا كان تصلح الحريه تصلح قانون، اذا كان بشر خذا حريته وراه مش ياخذ حريته ويبردلها، ياخذ حريته ومسؤول عليها، يفهم مش معناتها حريه، يفهم مش معناتها حريه. اما الشخص اللي باش يعطيك حريتك انت باش تعمل معاه تعاقد، انت منتخبه السيد هذاك باش يوفر لك وباش يوفر لك وباش يوفر لك. السيد اللي انت موكله ما يلزموش، فهمتني، يطغى ويحس روحه رب، راهو موظف يخدم عند الشعب، هذه يلزمو يفهم، راهو مش راعي وراعيه واسكت انت وغش يا معلم ور. يلزمو يفهم السيد هذا، يلزمو يفهم اللي الشعب هذاك هو اللي موكله باش يخدم له خدمته، ما يغلطش في روحه، ما يفرعنوش، ما يغلطوش. يا معلم كنهار نقرا في ارتيكل زاد المكلف بهيئه الفساد المالي ولا شنو هو في الاموال، مقطع بالفلوس اصلا، اللي عقلهم مقطع بهم. كيفاش تحب هذه بلاد؟ بلاد سرق، واش نعملوا لهم هذوما؟ هذوما واش نعملوا لهم؟ شنو نعملوا لهم؟ كيما الثوره الفرنسيه نعملوا لهم اعتقالات شعبيه ومحاكمات في الشارع ولا شنو هي بالضبط؟ شنو الحل اللي كنتي؟ شنو الحل؟ الحل يا خويا يخرج من دائره الحكم اللي توا مازالت تدور في اللحظه في النخبه هذيك، هي بيدها ما خرجش منها مره خيندي بالله. ثم ثوره ثم ثوره، فهمتي، يخرج ديناصور قارين عليه في التاريخ، فهمتني؟ انا برسك قرا في العمر عامه الباك، وانا قرينا على اساس قائد السبسي، تدخل التاريخ وخرج ثلاث مرات السيد. تي متاع تاع شنيا نهار تنتخبوه يضحكوا علي انا لهنا، يضحكوا علي انا لهنا، شنيا حاطين بعد عمره 87 سنه ترى شنيا الحكي؟ ما عندكمش رجال، ما فماش معناتها شباب تحب تخدم على رواحها؟ فما يا خويا نرجعوا ناكدوا على السيستم هذاك هو اللي لازم يتصلح، منظومه كامله لازم. لكن المنظومه والسيستم ما يتصلحش هكاك، يعني ما فماش احزاب سياسيه تريد ان تصلح السيستم، الكل الاحزاب السياسيه تعمل في نفس المجال.
اذا هوني ما فماش حل الا ثوره مرتضى. اخرى بيان سور الثوره اللي ما تكونش بناءه مش ثوره البلازما وثوره الفريجيدير وثوره ما نعرفش شنو ودب الشراب لا 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 مش هذيك مش هذيك احنا ثورتنا نتاع جينا فهمتي منظمات امميه وجينا جمعيات اوروبيه وكذا يعطيكم الصحه والله بصفا يزي بالدم 300 وما نعرفش شنو انا كنت غادي وضربت وكيت العصا وضربت بالغاز وتضربت وتصورت وانا نضرب الحشر حكي ممكن واحد كاع مرة يا اخوي فهمني جيك جمعيات تصفق عليك تقول لك سيئة صفا 300 100 ويزينا وانتم الناس متفتحه وثوره ياسمين ام ياسمين معاك انا ياسمين تعملتي بركاج انت وقت سي تهبطي سلويري وقت شنو هي الدنيا ووقف ضرب والله شعب مسالم مانيش مسالم معلم مانيش مسالم قاعد تسرق انا عندي دي هويتي مسروقه عندها 1400 سنه قال الراجل جو الاتراك زادوا سرقونا زادوا بركونا جابوا الفرنسيين زادوا بركوا علينا ياسر احنا ليدونتيتي تاعنا احنا وين هل احنا تعتبر نفسنا شنو انت حسب رايك شنو احنا كتوانسه شنو احنا مانيش عرب مانيش عرب جامي باش نكون عرب دي المره فاتت الناسيونال جيوغرافي معلم تعمل في وحده تعمل في جرد للاديان وكذا وال 4% عرب في تونس منين جاتنا العروبه في مصر ما فيهاش عروبه في مصر قال لك 14% وحده عرب كهو العرب في جزيرة العرب نهار تجابوا واحدة ما جابوش باكو نوار فهمتي واحد جابوا القرآن على أسنة الرباح بالك شي واحدة ما نعرفش قداش من جارية مشات للشام تبعت أسبق شي اللي بيعرفش تاريخ ويروح بالنسبة لي مش عمل كورة هنا ما تعصب وهم كالعرق اللامازيغي تو يتحاير وجامي وش نبقى معاها مكيك في عداء رسمي معاها وكشفة انت نكرها يعني معناتها احنا قبل ما تكون عندنا معناتها مشكلة مع الهوية الاندماج في اوروبا عندنا مشكلة ايضا في الهوية داخل بلادنا عاوش نحكيك الحكاية انت تعرفها ومتأكد انك تعرفها اعطيني انت بركة شوف انت الامازيغ نهار اللي يلبس درابه ويهبط يمانيفستي في باريس وشوف انت الاخر في لندن هز ضربوا شارع شكون يرحبوا بيه ويسمعوه ويصوروه وشكون يكرزوا عليه وكان يبقوا يضربوه بالمولوتوف اخويا احنا حتى الضربه نتاعنا مزيان محليه ثلاثه كله الوان تمبول كذا انا عندي طفل مرشمال ولهنا انا عندي طفل مرشمال ولهنا فهمتني يا خويا ما كذبش عليك مانيش عرب وجامي باش نكون عرب وديما نحكي فيها انا عم ناول في الخدمه هذه بيدها واحد تزيري من تزي وزو فهمني واحنا والعرب ونتسيب عليه قدام واحد سويسري وكذا بقى الاخر يعمل هكا ما فهمش هذاك يحكي على عقبه بن نافع وانا نحكي له على ودي على ماسينيسا وعلى يوغرتا وعلى يودي تاريخ يودي تاريخك ما تغيبوش يودي تاريخك ما تغيبوش يودي دز بصدرك هاك النهار بالفدك معايا واحد طميل يخدم معايا وجا واحد طلياني جديد فورماتور زاد معايا عسلامة شو اسمك اسمه قلت اسمه اسمي نبيل شو اسمه قال لي اسمي ادريانو تفضل مرحبا تشرف وقال لي منين قلت له انا جدي الاول راهو عمل لكم فهمني راهو كسر روما بالفيوله اوتوماتيك مضحك هو قاري تاريخ بلادو ما عجبته الفازك كيفاش انا عرفت بروحي شيخ عليها بالضحك هو قال لي خلي من تونس قلت له هكا هو صار الهندي بقى في الوسط يعمل هكا قلت له خذ هو فهمها هو استوريك مو فهمها الحكايه فهمني فان ديزل ريت عباره مش يعمل في عمره في اللي زالب كبرت عليه الميسيون فين ديزل اللي هو كاسكادور قد السماء وما نعرف شنو ويطير طيران وباراشوت وما نعرف شنو ماء وقنابل وكراه كبرت عليه باش يعمل الرول تاع تو يعمل في تيود الرول تاع هانيبال
افهم انت. يشرف تاريخ، يشرف تاريخ، يشرف. دي هي وقت اللي كانت تصول وتجول على الحصان من المروك لليبيا، وينهم بوكاشتا؟ انا وقت نشوف تصويره اللي طلعت المصورات وتكبتي في تصويره نظيفه 1900، ونقولوا احنا 1900 بدات تصور التصويره نظيفه، مصورين عرب الجزيره العربيه ذوك مصورين هكا، فهمتني؟ القمل هابت منه وكذا وحالته مكربه، ونشوف انا حجره قديمه، نمشي انا فهمتني ولا نشوف حجره قديمه كيفاش منحوته في متحف، ونشوف انا دار قديمه مهدوده ويبقى جات بزي هكا بالرخام ويبقى بالموزايك. يا معلم انا حضاره جاي تعلمني فيه، انا حضاره تعلمني فيه. حدك غادي يقول لك، يقول لك حدك غادي، انا وقتها نولي بالرسمي نقلب عليك وجهي، ارجع منين جيت؟ كان جيت بأخوية نهار تجيب لي القرآن، جيب لي معاه كونتران تاع بترول، زيد جيب لي معاه كونتران تاع بترول، ما هو أرض رب كيفاش يقول فيها بيت ربي ميل الناس الكل، بأخوية جيب لي معاه كونتران تاع بترول ولا خلنا نجم نبيع بايتي حتى، اقبلها ما تقبليش. ليه أنت جاي باش تعلم قرطاج ونمازيغ وبعدها باش تعلمهم أنت تاريخ؟ مش تعلموا الحضارة أصلاً، مش تظفهم عليها، هو جاي ينجر فينا سيات وإحنا كنا ما نعرفش شنية وهو جاي ينجرنا. الموضوع ما فيهاش نقاش، إحنا لازمنا معناتها مسألة الهوية متاعنا الأمازيغية هي هوية معناتها لا نقاش فيها، فهمت؟ هي مسألة لا نقاش فيها، ونظن إحنا ما عندنا مخرج إلا بهذاك. يعني الأمازيغية الآن قاعدة طالعة في شمال إفريقيا، والانفصال عن الشرق والانفصال عن العروبة سياسيا وثقافيا، فهمت؟ هذه أمر مهم على خاطر كما يقول ابن خلدون وغيرهم يعني من المؤرخين، لا يمكن أن نبني حضارة إلا على هويتنا، ما نجموش نتبنوا هوية أخرى باش نبنيو حضارة. ما نجموش نتبنى هوية أخرى، ما نجموش نتبنى هوية أخرى. أنا باغ إكزومبل نعيب، باغ إكزومبل توا نفس الحكاية توا هي صايرة في الواحد، صاير في أمريكا اللاتينية، الشعوب اللي كانت مستعمرتها إسبانيا اللي يحكيوا إسبانيول، عندك شيلي، عندك بيرو، عندك قبل زاد عندهم حضارة قوية ياسر، المايا معروف، فهمتني؟ توا كي تسأل واحد فهمتني على تاريخه، غيبوهم، تصور أنت الإسبانيول غيبوهم، عملوا لهم دمغجة، يحكي لك بارفيتمون الإسبانيول ويعرف شويه على ثقافته، يعرف على الماء جيست كان يضربوا على الرمل، يضربوا ما نعرفش شنو، وعلم الفلك ودي بيراميد ولقاوهم واحد كيف كيف المساروة، فهمتي؟ المساروة زاد توا تينا مزيان وصل مصر حكمه، وانت تعرف المساروة دا يدافعوا على هويتهم، العراقيين قاعدين يدافعوا على هويتهم. يا معلم مش ينقص الأكراد، يجب تصحيح التاريخ، يجب تصحيح التاريخ. التاريخ هذوما يا ولدي يلزمهم، جاونا من الرمل يلزمهم يرجعوا للرمل. زي الحديث. اوكي. شوف تصور انا يقول لك هذا حذيفه وهذا ما نعرفش شنو، حذيفه متصور لي بورل هكا وعامل خنجر وكرمته عريانه في واحده في شوليقه. معلم شفتي؟ مع واحد عامل كورونا هكا فوق راسه وتاج وسيف مرصع وكذا، نندب وجهي وانا نبرد. المهم نبيل شكرا على هذه المقابلة، يعني أنا سعيد بمعرفتك، سعيد بمعرفتك والدردشة يعني الودية. عندك كلمة أخيرة قبل ما نختم الفيديو؟ كلمة أخيرة يا أخويا، شنو تنصح شعوبنا يعني بصفة عامة؟ شعوبنا بون كيما يعملوا الجزيرية وكيما يعملوا المراركة ينصحوا شعوبهم، احنا حتى نحن عندنا ولاد بلادنا وعندنا كعبات مصلي على ما نعرفش شنية، بالرسمي عندنا كعبات يبدل الخطوة تشعل تحته النار، دماغات مفرقين وفا لوبجيكتيف يخدم الناس كلهم، لوبجيكتيف
باش ترجع هويتك رويخ من السكوري. كانك مقوش، كانك ما نعرفش شنيا، ما كانك شيوعي، كانك المفيد. انت كلمة امازيغ بركة، كلمة امازيغ باش تسترجع اللي تنجم تسترجع حريتك وكرامتك، حريتك وكرامتك، تقرير مصيرك، اخرج من الطابور اللي حاطينه لك. امورك هذيك تحب تفهمها تحب ما تفهمهاش، اما راه يلزمك تفهمها، خاطر 1400 واش ودي مغيب وزيد يورثوه لك وتورثوا لغيرك بالغلط. واش متاعنا يعني العودة للهوية، العودة للذات، ليس لما شمال افريقيا برك بل لكل الشعوب، يعني العراقي والسوري يرجع لهويته، المصري يرجع لهويته، الكردي يرجع لهويته، الكل لازمها ترجع الهوية. ما فمش سمعني اللهم عاد هذيك انسان فهمتني متمتع بال كما نقولوا احنا ساندروم دو ستوكهولم، متمتع بالمغتصب نتاعو فهمتني، كل مره يبدل البوزيشن، لا ما يساعدنيش. زي بركت علي 1400 سنه يزيك ارجع غادي، هما تعرف حتى الكره حتى الامريك حسبت لهم توا 2033 وفيهم البترول ما عادش حليف ديجا، ما عادش سي، هما بداو التشكيله نتاع صابون سي يكملوا بهم الاحتياطي الكبير عند العراق، علاش زادين على العراق وليبيا ولا في الجزائر، الخدمه الكل على الجزائر، يحب يدقن الجزائر ولا العراق ولا ليبيا، هذيك هي سعوديه يلزمها تبايش ويزه من الاخر. اوكي شكرا نبيل، وان شاء الله نحكيوا فيه بقدا هذا الموضوع هذايا، مش اوكي شن نعملوا مره يمكن مقابله مع راس الغول، مع نحكيوا ندردشوا مع بعضنا، مهم حتى قلق ونزيدوا نفركوا الرمانة خاطر الهويه صعيبه، الهويه وخاصه معناتها نعملوا مره مقابله حول معناتها سبل العمل، فهمت بالضبط، سبل العمل هو المهمة، لخاطر احنا توا نشوفوا عندنا معناتها ياسر افكار وياسر اشخاص يخدموا على الساحة، ولكن مع الاسف التشتت اللي موجود، يعني تشتت، يعني قلت لك انا كعبيت مفرقين، موجودة دماغات، لما كل واحد عرفت شنو يغني في غنيته وحده، يعني كل واحد وحده، يعني ما فماش خطة معناتها جماعية، تنظيف في اطارها تنظيم صفوف لا اكثر ولا يعني باش نفهموا اللي احنا راهو انا كي ندعم فلان ولا هو يدعمني ولا انا ندعم الاخر، انا ندعم القضيه نتاعنا الاساسيه وهي استقلال تونس على كل ما هي سياسه وثقافه اجنبيه، والعوده للهويه نتاعنا الاصليه تونس وشمال افريقيا بصفه عامه، احنا كتونس في الاطار الشمال الافريقي والشمال الافريقي في اطار افريقيا، هذا التقسيم الطبيعي والتقسيم اللي يجعل الشعوب فهمت تقرر المصير نتاعها. شكرا سي نبيل ولما ومع مقابله قادمه كانت توفر الدور. انا بروشان وبونسواري بوبي، تسلم، طيب تسلم، باي باي.